وي خويا درنا التلقيح. لا الحمد لله، ملي شفنا مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا وزاره التربيه والتعليم، السي امزازي التصريح اللي خرج به على اننا ما نخافوش واننا نمشيو نلقحوا وليداتنا، زعمنا ودينا وليداتنا نلقحوهم. صراحه يديروا الثقه في التلقيح ويمشيو لاقرب المراكز والمؤسسات التعليميه، لانه ما غيشكل حتى شي خطوره على وليداتهم. الحمد لله ما عنده حتى شي خطوره على الوليدات، مادام خرج السي امزازي بالتصريح على انه نمشيو نلقحوا وليداتنا. جمعيه الاباء كذلك الدور ديالها انه كتتحث جميع الاباء واولياء الامور على انهم يمشيو كاع لمراكز التربيه والتعليم باش انهم يلقحوا الوليدات ديالهم، وباش انه ما نعتمدوش هذا العام ان شاء الله نمط التعليم بالتناوب ولا ذاتي ولا عن بعد، ان شاء الله يكون حضوري 100%. هذا الشيء اللي بغينا، ما بغيناش نحاربوا الوليدات ديالنا ان شاء الله هذا العام من القرايه، ولا لهم يقراو على بعد ما يستافدوا حتى شي حاجه. بغينا ان شاء الله مع كافه الاطر يكون واحد التعاون، وجمعيه الاباء ووزاره التربيه والتعليم، انه يكون واحد الخطوه باش انه يكون تلقيح جماعي للوليدات، وتكون ان شاء الله الدراسه هذا العام حضوريين. لا باقي ما درتوش الساعه، لا باقي ما درتوش، كاين شويه ديال التخوف وكاين تردد وصافي، ما عرفتش. المهم مازال تنفكروا كنشوف، حيت شي حاجه اللي ما عرفناش نحكموا فيها ولا ما عرفتش. لا هي راه خاصه يتلقح الدراري، انا راه انا دايره تلقيح الدراري مزيان يلقحوا، ولكن المهم عن اقتناع ما عندناش شي حاجه اللي نقدرش نقول. هي عندي اربعه، جوج دريات وجوج اولاد. لا والو، ما عندنا حتى شي مشكل. لا والو يا استاذ، انا درتهم جوج خطرات، الاولى والثانيه ما وقع لي حتى حاجه، والمره حتى هي كل شيء الحمد لله غادي مزيان. ثلاثه دريه والدريه والدري الكبير، كل شيء. كاين شي وحدين كنشوف في البلايص، ولكن حنا الحمد لله راه عارفين. انا 65 عام شريف، كلشي دايز الحمد لله، حنا عارفين هذا الشيء. مازال عندي اربعه، بقى عندي خمسه، بقى عندي اربعه. لا ما انا مع الشعب المغربي، كلشي غير غادي نطلقحوا حنا، كل واحد وراه يديروه. اش غنقول لهم؟ اللي فيها الخير لا ياتي بها الله. ها إلا كان هاد التلقيح في المصلحة العامة، كلشي خصو يتلقح. إلا كان كانت شي حاجة مضرة، الله ينجي الجميع، والله الله يحفظنا كاملين.